للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الأكاديمي والباحث في جامعة القاهرة الدكتور طارق النعمان. دكتور طارق، مرحبا بك في فكر وفن. أولا، تعازينا الحارة في وفاة الدكتور جابر عصفور، وماذا يمثل هذا الرحيل بالنسبة إليكم وأنتم الأقرب إليه والأعرف به؟ في حقيقة الأمر الخسارة عظيمة والفقد فادح، ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي بأسره ولكل دوائر الدراسات العربية على مستوى العالم في كل جامعات العالم من أقصاه إلى أقصاه. جابر عصفور لم يكن شخصا عاديا أو أستاذا عاديا مثل آلاف أساتذة الجامعات التي عرفتهم الجامعات، ولكن جابر عصفور كان مؤسسة كاملة بنفسه، مؤسسة أسست نفسها بنفسها، وكان جسرا واصلا بين العالم العربي كله من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه. جابر عصفور خلب لب تلاميذه وزملائه منذ العام 65 من القرن الماضي حين تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة معيدا. كان شخصا مختلفا بكل معنى الكلمة، أثر قلوب الكبار قبل الصغار، وظل على مدار ما يربو على نصف قرن كامل في عطاء متواصل لا يتوقف. عطاء، أريد أن أسأل، لأن الرجل يوصف بأنه رائد الفكر التنويري في العالم العربي، وبالتالي نسأل كيف كانت معاركه ضد القوى الظلامية على وجه التحديد؟ هذا ما كنت سأتطرق إليه حين تحدثت عن الأدب والحرية. لماذا اختار أن يكون الموضوع الأول في رئاسة تحريره لمجلة فصول هو الأدب والحرية، وليس في عدد واحد ولكن في ثلاثة أعداد متتالية ومتوالية وراء بعضها البعض، ثم تأتي النقلة الأخرى ليكون الموضوع الآخر هو ألف ليلة وليلة أيضا في ثلاثة أعداد من فصول. كل هذا دال حين بدأت حركة الاغتيالات في مصر والتفجيرات في أوائل التسعينات على وجه التحديد. ما الذي فعله جابر عصفور مباشرة بعد أول تفجير؟ تحرك إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، كان في ذلك الوقت المرحوم الأستاذ الدكتور سمير سرحان هو رئيس الهيئة وزميله في كلية الآداب وصديقه، فطلب منه أن يقوم بإعادة نشر كل أعمال رواد التنوير بداية من محمد عبده مرورا بفرح أنطون، شبلي شميل، قاسم أمين، سلامة موسى إلى آخره، ونزلت تحت عنوان كان من اختياره هو، وهو عنوان المواجهة. المواجهة، هذا الفعل في حقيقة الأمر الذي يبدو فعلا ثقافيا كان أيضا فعلا سياسيا بكل معنى الكلمة. كان المغزى من هذا هو أنه وهو يستدعي هذه الرموز الثقافية ليواجه بها وطاويت وخفافيش الظلام هؤلاء، أن يعوض ما حدث في ذاكرة الأمة من خرق كان نتاجا للمرحلة الساداتية ولإعلام السادات الزائف الذي كان يقوم على ادعاء التدين وادعاء العلم، والذي ثقب الذاكرة المصرية وفرغها من هؤلاء الرموز. كان لابد من إعادة شحن هذه الذاكرة بهؤلاء الرموز من ناحية، وفي الوقت نفسه توجيه رسالة للدولة إلى أين وصلتم بنا؟ لقد فرغت الذاكرة وكانت هذه هي النتيجة، وكانت هذه هي الخطوة الأولى على طريق التنوير الذي أخذ يخطو عليه جابر عصفور بخطوات واثقة وقوية وشديدة، فأنتج العديد من المقالات التي تحولت تدريجيا إلى كتب كبيرة مثل محنة التنوير، أنوار العقل، هوامش على دفتر التنوير، للتنوير والدولة المدنية. كل هذه المؤلفات تصب في مشروع جابر عصفور لإعادة شحن الذاكرة بما تمثله قيم التنوير، شحن الذاكرة وقيم التنوير ودلالات ومواجهة القوى الظلمية. في مقابل المواجهة كان يتحدث عن
الحوار أيضا، حوار الحضارات. وإذا كان المنظر سامويل هينتينغتون قد تكلم عن صراع الحضارات، كيف دافع الراحل دكتور جابر عصفور عن حوار الثقافات ونبذ صراع الحضارات برأيك؟ هناك كتاب أصدره، هو كان التقرير اليونسكو فيما أتذكر، لا أذكر العام على وجه الدقة إن لم تكن الذاكرة ربما في العام 98 وقد أكون مخطئا لست متذكرا تماما، بعنوان التنوع الخلاق. كان هذا تقرير اليونسكو. على الفور بمجرد صدوره طلب جابر عصفور أن يترجم هذا التقرير، لأن هذا التقرير يتحدث عن التنوع الخلاق، عن إبداعية الاختلاف، عن قيمة الاختلاف، عن ثراء التنوع وقيمته في الوعي الإنساني، وأن الثقافات تتحاور وتتكامل فيما بينها وليس في ظل مؤامرة صدام الحضارات أو برنامج عمل الحرب على الإرهاب الذي بدأ من صدام الحضارات في حقيقة الأمر، والذي كان تهيئة لكل ما قامت به القوى الأمريكية من تدمير للعراق وتدمير للعديد من البلدان الأخرى كأفغانستان وما يحدث الآن في سوريا وفي العالم العربي. دكتور، أيضا مشروعه القومي للترجمة الأكبر في تاريخ الثقافة العربية منذ العصر العباسي بنى حكم المأمون، إلى أين يمكن، إلى أي مصاف يمكن أن يضع هذا المشروع الدكتور جابر عصفور؟ أنا شخصيا لي مقال سينزل في عدد أخبار الأدب القادم بعنوان في محبة جابر عصفور وفي محبة الترجمة. في حقيقة الأمر في هذا المقال أقول باختصار أن جابر عصفور ليس مثل آلاف المترجمين في العالم العربي. أنا شخصيا كان يدرس لي الأستاذ الدكتور جابر عصفور في مرحلة الليسانس الترجمة، واستشعرت اختلافه عن بقية أساتذة الترجمة الذين كان يدخلون لنا. لماذا؟ لأن جابر عصفور كان لا يكتفي فقط بأن يعلمنا الترجمة، وإنما كان أيضا يعلمنا ما وراء الترجمة، قيمة الترجمة في بناء الأمم وفي التواصل مع الآخر وفي احترام الآخر وفي معرفة الآخر وفي الحفاظ أيضا على الهوية. كل هذا كنا نتعلمه في دروس الترجمة. لذلك أنا أرى أن مشروع جابر عصفور الذي بدأ في المجلس الأعلى للثقافة تحت مظلة المشروع القومي للترجمة، ثم تحول في العام 2007 ليصبح المركز القومي للترجمة، كان يرجع لتمسك جابر عصفور بقيم، القيم التي رسخها المأمون في بيت الحكمة، والتي رسخها بعد ذلك رفاعة رافع الطهطاوي في مدرسة الألسن، والتي رسخها طه حسين وأحمد أمين في لجنة التأليف والترجمة والنشر. كان يحدثنا وهو يدرس لنا الترجمة عن هذه المحطات المحورية في تاريخ الثقافة العربية التي بدأت من المأمون الذي كان يزن وزن ما ترجم من ورق ذهبا للمترجم، فيقدر المترجم هذا التقدير العظيم. مشروع جابر عصفور المشروع القومي للترجمة كان مشروعا، أولا هو مشروع دال لماذا؟ لأنه جابر عصفور من نوعية المثقفين الذي يستطيع أن يحلم ولا يتوقف عند حدود الحلم، ولكن كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيال. هذا ينطبق تماما على علاقة جابر عصفور بالمشروع القومي للترجمة، ثم بهذا الكيان الحقيقي ومسيرة حافلة للدكتور الراحل للترجمة. جابر عصفور، حتى لو تكلمنا عليه لن نوفي حق هذا الرجل الذي يجمع الكل في العالم العربي على قيمته وعلى رمزيته. أنا أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والباحث في جامعة القاهرة الدكتور طارق النعمان، ورحمة الله على الفقيد مرة أخرى. كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.